وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار المفكر والباحث الدكتور نوح خليفة. نرحب بك دكتور نوح في نشرة أخبار الثالثة، ولابد أن نبارك للمغرب بهذه المناسبة. تأكيد طبعا، يعني نهنئ يعني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بن الحسن الثاني يعني بهذه المناسبة المجيدة ويعني العزيزة علينا، كما نهنئ الحكومة والشعب يعني بهذه المناسبة وكل ما تحقق للمملكة المغربية يعني من مكانة مرموقة ومن ثقل إقليمي يعني وعالمي ومن ازدهار خلال هذا العهد الميمون لجلالة الملك محمد السادس. نعم، بهذه المناسبة دكتور نوح لابد أن نصف طبيعة العلاقة التي تجمع المملكتين الشقيقتين. العلاقة قوية وثيقة وطيدة ذات ثقل استراتيجي قوي وعالمي. طبعا عندما نتحدث عن قوة العلاقات، طبعا عيد العرش يعني ترك بصمة كبيرة في قوة العلاقات بين المملكتين. نعم. وذلك يعني لأثره المتجدد يعني خلال كل احتفال بعيد العرش يجمع العاهلين، يجمع سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم وملك المملكة المغربية يعني، وأيضا لما لا يعني من ذكريات مجيدة يعني جمعت العاهلين يعني تبوا يعني سدة الحكم في بلديهم وسط يعني احتفاء متبادل بمنجزاتهم. العاهلين حققا تطورات يعني ديمقراطية غير مسبوقة لديهم وتنمية يعني ملحوظة وكبيرة يعني وريادة على المستوى الإقليمي والعالمي. نعم. أريد أن يعني أتطرق إلى 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 أول زيارة إلى سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم إلى المملكة المغربية لمشاركة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الاحتفال بعيد العرش. هذه الزيارة يعني تميزت بزخم كبير ويعني باحتفاء بالملك المعظم من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خصوصا وأن الزيارة تمت بعد نجاح التصويت على يوم ميثاق العمل الوطني، على ميثاق العمل الوطني. صحيح. ووجدنا ان ان ان, أن الأجهزة الإعلامية بالبلدين يعني احتفت بهذه الزيارة الميمونة واحتفاء كبير. تلفزيون البحرين قدم نقل يعني مباشر لمراسم يعني عيد العرش بالمملكة. صحيح. المغربية، وايضا القيادة المغربية الملك والشعب استقبلوا، الشعب ايضا استقبلوا سيدي صاحب الجلالة الملك المعظم باستقبال حافل في الشوارع اثناء جولة له مع سيدي الملك محمد السادس، ووسط يعني ترحيب وعبارات مجدت يعني العلاقات بين البلدين. صحيح. هذه الزيارة سبقها ايضا زيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمملكة البحرين لتهنئة سيدي صاحب الجلالة بنجاح التصويت على يعني الميثاق العمل الوطني. نعم. فاحنا العاهلين يعني في العام نفسه يعني تبوا سدة الحكم في نفس الوقت يعني احتفاء متبادل بينهم. عرفت المملكة المغربية بمشاركة سيدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس احتفالاته بيوم عيد العرش، ومختلف هذه اللقاءات يعني تخللتها تأكيدات من سيدي صاحب الجلالة على دور المغرب الريادي في المنطقة، وعلى أن المغرب يتميز بكونه يعني يمتلك السجل الأغنى بالعمل المشترك. وأيضا كان يتخلل مختلف الزيارات سيدي صاحب الجلالة إعلان جلالته يعني دعم مساعي المملكة المغربية في الحفاظ على وحدتها الوطنية والترابية، وأيضا تأكيدات من العاهلين على يعني كل تلك الزيارات وكل تلك المواقف تؤكد على مدى عمق العلاقات التي تجمع بين البحرين والمغرب. ولابد أن نتطرق إلى البلدين، هناك سعي واضح وحثيث بين البحرين والمغرب دكتور نوح إلى تعزيز التعاون بكافة المجالات، ولكن سنتطرق إلى الجانب الثقافي بشكل تفصيلي أكثر لو نتحدث عن هذا المحور بشكل أكبر.
المسار الثقافي بين البلدين يعني اريد ان انوه بالاهتمام والرعايه اللي حظي بهم هذا يعني حظي بهذا المسار من لجن سيدي صاحب الجلاله منذ بدايات جلالته كولي عهد لمملكه البحرين. نعم. التعاون وثيق ويعني عريق. كذلك اريد التنويه بالاتصال الثقافي الوطيد بالمملكه المغربيه اللي يعني جمع المملكتين منذ عيد العرش الاول لصاحب الجلاله ملك المملكه المغربيه في خلال مشاركه مملكه البحرين بعيد العرش الاول بالمملكه المغربيه تم توقيع اتفاقيه تعاون ثقافي وفكري واعلامي. نعم. كذلك كانت بالتزامن مع انشاء اللجنه العليا المشتركه بين البلدين، وهذه اللجنه اللي اوصلت يعني العلاقات بين البلدين الى مستويات يعني متقدمه. كذلك يعني اريد ان انوه الى ان يعني بالاشاره الى دراسه يعني سنطلقها قريبا، نتائج هذه الدراسه اكثر من 80% من الانشطه الثقافيه المتبادله بين البلدين تمت في العهد الحديث للعاهلين. نعم. سيدي صاحب الجلاله الملك المعظم واخي سيدي صاحب الجلاله الملك محمد السادس. كذلك يعني الوعظ يعني ان 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 سيدي صاحب الجلاله الملك المعظم هو يعني ابرز الشخصيات يعني الفاعله في العلاقات. صحيح. الثقافيه يعني على مستوى المملكتين. يعني يربط البحرين بالمملكه المغربيه مشاركه فاعله يعني متبادله. صحيح. حضور مشترك للمهرجانات الثقافيه اللي تعقد في المملكتين. اريد ان اخص مهرجان اصيله لكونه يعني تميز بمشاركه يعني فاعله من سيدي صاحب الجلاله يعني مساهمه فكريه. كذلك يعني احتضنت البحرين فعاليات هذا الملتقى. وايضا استقبل سيدي صاحب الجلاله يعني المشاركين في هذا الملتقى وسط احتفاء. يعني يمكن نحن تحدثنا باسهاب عن المجال الثقافي، ولكن هناك اوجه كثيره تؤكد على مدى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين. المفكر والباحث الدكتور نوح خليفه، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.